وللقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة المستشار الدكتور علي الشويخ المحامي العام رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص. دكتور، بعد التحية هل لك أن تطلعنا على دور النيابة العامة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص واللي حققت في مملكة البحرين طوال الخمس سنوات الماضية يعني إنجاز في هذا المجال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر تلفزيون البحرين على إتاحة الفرصة لنا وللمشاركة في هذا المجال. طبعا بداية نرفع أسماء آيات الشكر والامتنان للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم، ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة هذا الإنجاز الكبير الذي أتى بفضل دعم قيادة جلالة الملك المعظم الحكيمة ورؤية سمو ولي العهد الساقطة من خلال تقديم كافة أوجه الدعم سواء للأدوات التشريعية أو الإجرائية أو الإدارية. بطبيعة الحال كذلك الدعم الذي يوليه سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل المعينين بخصوص إنشاء نيابة الاتجار بالأشخاص وتزويدها بالعناصر المتمكنة بالتحقيق والتصرف في مثل هذا النوع من الجرائم، فضلا عن إنشاء مكتب متخصص لحماية الشهود والمجني عليهم في النيابة العامة وتقديم كافة أوجه الدعم سواء كانت دعم نفسي أو قانوني لهؤلاء الضحايا وتقديم لهم كافة سبل الحماية والرعاية، امتثالا لأن حماية حقوق الإنسان هو عنصر مهم وجوهري توليه مملكة البحرين في هذا الشأن. وكذلك لا ننسى القرار الذي صدر من المجلس الأعلى للقضاء بتخصيص نيابة تختص للفصل في مثل هذه الجرائم على وجه السرعة، وكانت في الحقيقة الأحكام التي أصدرها القضاء رادعة في مثل هذا المجال. وأخيرا طبعا لابد أن نبين الجهد الكبير اللي قام فيه أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وكذلك جهود وزارة الداخلية والجهات الإدارية الأخرى المساندة في هذا الشأن. نعم، إذن سعادة المستشار الدكتور علي الشويخ المحامي العام رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص، شكرا جزيلا لك.